اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. جاوني ميساجات بزاف من الناس في الانستغرام على هذا الموضوع، نصيحة في هذه الايام اللي بقات من هذه العطلة هذه للفروض الجاية. بما ان تعاود هذا الميساج هذا، كمل معايا الفيديو وفولويني على الانستغرام حيت غندوي في هذا الموضوع. الداعم ديال هذه الحلقة هما المشتركين في العرض ديال الاجتماعيات. هذا عرض ديال الاجتماعيات للناس اللي عندهم باك حر علمي، باك احرار علمي، اولى باك علمي. هذا الكورس فيه منهجيات والدروس كاملة في هذا المستوى، هذا اولى باك علمي وباك حر علمي، وفيه مصطلحات مشروحة ومميزات للمشتركين في هذا العرض. هذا ممكن لك انك تشريه وتستفد منه في هذه النمرة اولى في الرابط اللي غيكون تحت هذا الفيديو. ودابا ندوزو للسؤال، شنو هي النصيحه اللي خاصك دير بها في هاد قل من سيمانه اللي بقات؟ هاد الفرصه زوينه تدوز فيها الوقت اللي بقى وتوجد فيها الفروض الجايه وتعوض في الفروض اللي ما جبتيش فيها من قبل، في المواد اللي ما جبتيش فيها من قبل. عندك وقت مناسب وكافي انك تراجع فيه داكشي اللي غتدوز فيه. ولكن كيفاش غدير ليها وانت بقات لك سيمانة ما كملاش؟ أفضل طريقة، أفضل نصيحة تحتاجها دابا هي خدم امتحانات في الدار. تدريب، انت خاصك مرحلة ديال التدريب في هذا الوقت اللي بقى، والتدريب تيجي من امتحانات كتخدمها في الدار قبل ما تمشي تدوز الامتحان في القسم. هذا الوقت اللي بقى ما كافيش أنك تمشي تبقى تبحث على كل حاجة، هذا الوقت اللي بقى كافي أنك تدوز فيه اختبار في كل مادة غادي تدوز فيها من مور العطلة على حسب الدروس والتمارين ديالها، وتشوف الفورميلا ديال كل تمرين، يعني الأخطاء والقوالب ديال كل تمرين، وتسيفيه في عقلك، يعني تدخلو للدماغ. هكا بهاد شوية ديال الوقت غتستغل هاد الوقت أفضل استغلال وتعود في بزاف المواد طريقة اللي فعالة. خود امتحانات، خود التمارين ديال ديك الامتحانات، إذا كانت مطابقة مع الدروس والتمارين اللي كتشوفها غتحط في الفرض الثاني، احفظ الفورميلا ديال الإجابة ديالها، اعرف القوالب ديالها واحفظ ديك الفورميلا وخدمها في كل تمرين جاي. هكا غادي تستغل هاد الوقت أفضل استغلال وتعود في المواد اللي ما جبتيش فيها مزيان في الأول، وعندك فرصة وفرص جاية إن شاء الله. كانت هذه هي النصيحة اللي بغيت نشاركها معك. ما تنساش انك تدخل الانستغرام الا بغيتي تسولني شي سؤال، وفرضا الا ما جاوبتكش في داك الميساج، حيت الميساجات كيكونوا كتار، راني غنجاوب في فيديو يكون يعني جواب غير مباشر لك. شكرا على الاستماع، تلقاو في الفيديو الجاي. الى اللقاء.